حرام يا باشا مش هينفع ده مش هينفع ساكن في الفته يا باشا 34 شارع سوري بيته بيت واقع يا باشا بيت مش هدخله من جوه احنا فين احنا فين الناس دي فين ما ينفعش يا باشا ما ينفعش قاعدين في الشارع بعيالنا بحاجتنا واللي مات واللي قاعد ليه ده كله ليه الاهمال ده هل هو برج بلازا مثلا هو عشان الفلوس يعمل ده كله يموت الناس انت هتعمل ايه في الشارع هي دي المشكله انت هتطلع بيدي ايه ملاهي مش هينفع سنتر مش هينفع بس هو مش في غخان هو بيبني خد حته الارض بيبنيها اساسات ما فيش عمال يفحر وشوكه وشغال وما يشغلش الا بالليل وعم خلي بالك من البيت خلي بالك لا انا عامل خوازي وعامل حسابي وعامل وفي اثناء ما هو بيعمل المواد ده كله بيعرض علينا ان نشتري عايز اشتري 3 بيوت طبعا رفضنا بيخبط اللي هو عمال بيعمل الموال بتاعه ده جايبين طبعا مش عارف ناس منين خبط البيت من الجنب نزله انا نزلت بعدها بيتين البيت كله اتطرد بيتين مع بعض ان الحته ديت كانت جنينه فيلا واشتراها فعشان يطلع بيها ابراج حوالين منه 3 بيوت فحت وعمل قالوا له ممنوع تدق فيها اي مسمار عايز تعملها اعملها يدوي راح جايب بلدوزر وعمل سميل ما يكملش 20 سنتي في 20 سنتي في 20 سنتي ده اللي اكتر من 6 شهور دلوقتي و60 معرض بيقول لك عايز ايه ويقول لك انا دفعت انا ماشي قانوني وانا ماشي قانوني وانا عملت اللي انا عملته انا ده عمر طويل البيت اه طبعا امال ايه وفي الاخر قالوا له عايز تعملها اعملها يدوي وامن المنطقه وامن البيوت دي كل بيت فيه 4 ادوار كل بيت فيه 4 ادوار وفي ناس واخده شقه تمليك وفي ناس شقه عمرها كانت في الكويت وشقه عمرها راح هدر كل ده عشان خاطر ايه عايزها مربعه مش مشكله بقى اللي قاعد في البيت في حد دلوقتي توفى في واحد تحت الانقاض ابو حماد عم محمود وعمالين ندور عليه من الصبح عنده حوالي بتاع 55 سنه وابنه اهو موجودين وكلنا موجودين انما عشان يجيب بندوزر بندوزر فين في شارع الزهريه هو شارع الزهريه ده لو مشيت فيه عربيه عفش بتقع بيقع البيت طبعا جاب البندوزر شغال بيه من بالليل يفحت 4 متر 4 متر يا باشا 4 متر تحت الارض فطبعا لازم البيوت تقع بص ابني طالع من فلتنا ولاد ابني صغيرين وعندهم 5 سنين وسنه ولاد ابني وابني ده مضروب متعمد عشان الراجل ده معاه فلوس بقول لك انا معايا فلوس ابني ابني لا يفحت اقول لهم يا جماعه بطل ابني راح لهم على السفر على السفر بس ابني راح لهم على السفر قال لهم ايه قال لهم والله العظيم على السفر قالك ما يتحكم احنا مش عارفين ايه مستولين على الحته كلها بس ده سفر قالك ما يتحكم على السفر ويقع البيتين التانيين كمان في شارع الجمال يرضي مين بقى؟ امال ايه اهو واحد اتقفل اهو قدام حضرتك وفي الثاني شارع جمال ده هينزل ما انت عارف زي ما تقول كانك بتشيل طوبه من جنب يا عم ده واخد 6 بيوت اهو ايه عزم يعني ولا ايه معايا فلوس ادوس على الناس يعني انا معايا فلوس ادوس على الناس وهيطلع بيها ايه طب انا في شارع الزهريه ده مش مكمل 6 متر اطلع بيها ايه انا عايز افهم يعني دي انا اطلع بيها ايه هطلعها بلا ايه هنقول الحي تاني بقى وهنقول وهنعيد وهنفتح لا كل بتوع الحي اختفوا لا بتوع الحي عملوا شغلهم يا جماعه عملوا شغلهم كله واخد فلوس لا 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 عملوا شغلهم لا لا ايه والله هم بيفحطوا عشان البيت دوت يبنوه وفحطوا طبعا يعني بيوت ما تستحملش ان انت تخبط بيه في شوكه او في بونش او الكلام ده كله الونش اللي هم بيشيلوا دوت هم اللي كانوا بيفحطوا بيه البيت وقف 10 دقايق بيت وقف 10 دقايق مجرد ما بيفحت من جنبي انا كنت في شغلي بقيت في شغلي سايب بقى والدتك وفاتك والدي بس اللي موجود والدك بس اللي موجود والدي بس اللي موجود عشان والدتي متوفيه والدي بس اللي موجود هو تعبان ما لحقش يطلع بره يعني ولا هو مش تعب لا كان نايم بس هو يعني عنده ودن ما بيسمعش بيها ممكن يكون نايم على الودن السليمه ما يندوه عليه مش هيسمع في نفس الوقت البيت ما طولش يعني حتى لو نزل على السلم مش هيلحق ينزل مره واحده
اللي موجودين كانوا في البيت ساعة لمايا حوالي 7 تنفار او 8 تنفار. حوالي 7 كلهم خرجوا مع بعض؟ خرجوا مع الوالد. لو طالب حاجة طالب ايه؟ انا طالب بحق ابويا اللي معرفش عنه حاجة لغاية دلوقتي. عايز حقنا كلنا.